نظر الحسين نظر الحسن إلى الحسين قائلا له يا أبا عبد الله بوصيك بولادي عن التشديد لمهم إلت أبوهم يا خليصي وانت عمهم لي غمضت عيني عسى الله يدومك الغم والعم بولايا يا دل أخو يحسين ملزوم خاطبته زينب يا أبا محمد من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ التفتت عن يمينها وقعت عيناها على ذلك الطفل قال حسين هذا الطشت ما رأيته قبل هذه الساعة هنا خرت على جسمي الحسن والدمع يجري إذ قل عجل هاليوم بتفارق يا بدري قالها يا زينب على مصابي عاد صبري شفت مصايبنا وباقي مصيبة حسين شفت مصاب أمك الزغرب عصرة الباب وشفت عن الكرار من ضربة المحراب واليوم شبذي بالطشت يا بنت الأطياب ويا هاد ولا انكتب في اللوح يقتل تشوفه العين قايل أنا لحسين غطي الطشت عنك خايف يا زينب من تشوفينا يصدمك واليوم شفتينا والله يعظم أجرك مكتوب يا خسيي لازم تشوفين طشتك هذه لا قطع من كبدي يا زينب قدام اشطشت يا زينب أعظم من هذا الطشت وأي طشت يا حسن قال لها يوم اللي يشوف الرأس غل مدلل وأشار إلى الحسين يوم اللي يشوف الرأس غل مدلل في طشت من اللجين أمام يزيد ينكث ثنايا بمخصرته شامتا مترنما الطشت هذا الأقبالك تنظرين والثاني يوم الليل مجلس تدخلين حفت شماتة وراس خيج ناصبين اعذرني يا صاحب العصر والزمان لعلك حاضرا معنا أو مررت بنا أو كان أقول أو لعلك بأبي وأمي واقف هنا أناب العصا فوقك أناب براس الحسين